<applause> طب بالموضوع الفلسطيني شو عم بيصير بمخيم عين الحلوه؟ كيف تقضي هذه التطورات؟ إلها علاقه اول شيء إلها علاقه ب ب ب بشو؟ إلها علاقه باللي عم بيصير داخل فلسطين يعني كمان تصفيه حسابات طبيعي طبيعي يعني ليك ما هي شو شو توازن القوة هلق جند ال جند الشام فاتوا بالمعركة مع 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 فتح فتح للأسف يعني رغم إنه هو تنظيم علماني وأساسي وكذا ولكن فيها الترهل ببنيته يعني ما عاد قادر يمسك المخيمات تنظيم يعني صارت يعني أنا حكيتها من من سنوات قصة عين الحلوة، إنه يا شباب هذا أتمنى ما يكونوا عم يعرفوا للعيد الشباب، لأنه بعده أكبر تجمع في الخارج صحيح. صحيح. للفلسطينيين، وضرب مخيم عين الحلوة يلغي حق العودة، أستاذ وليد، وهل الخطر بالموضوع، يعني اليوم أنت إذا دمرت عين الحلوة الغاية حق العودة. ما عاد في عندك تجمع أساسي. أوي. يستند إليه الفلسطيني ليطالب بحق العودة. وهون مسؤولية الفصائل الفلسطينية بحماية المخيمات. م. كيف حمايتها؟ حمايتها من تجار المخدرات. حمايتها من المطلوبين. حمايتها من تجار السلاح. حمايتها من الإرهابيين اللي عم يفوتوا ويتخبوا جوا. وهذا المن لعب الدور. م. من لعب وصلت لهون. له اليوم فتح ما فيها تحسم بالمخيم، وبينت المعارك يعني حتى اليوم في تقدم للاسلاميين او محاولات تقدم وانت عم تحكي جند الشام عصبه الانصار بعدها عجنب حماس عجنب رغم انا رايي في تعاطف مع جند الشام م. او في رساله معينه عم تتوجه لمحمود عباس يعني بدأ صادوا الاسلاميين كما يسموا هم أقوى في مخيم عين الحلية من حركة فتح في عقيدة ومقاتلين جديين وشرسين وعندهم ما ما فاتوا بلعبة السلطة والماء ما والراحة الاسترخاء, هاي الاسترخاء بي 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 ما هي الاسترخاء مظبوط عند الكل ايه ما سألوه ما سألوه اياها مرة العرفات انه ليش طب انه المنظمة عندها كل هالاموال وكذا انه ليش ما بي ما يعني ما بينعمل تجمعات سكنية مريحة للناس وقال لهم أنه مين بيقاتل بيقاتل بطلوا يقاتلوا إذا واحد عايش مرتاح <applause>